على أشرف المرسلين، السيد الوالي المحترم، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد الأمين العام لولاية عين تيمشنت، الأسرة الأمنية والعسكرية، الأسرة الثورية، وكذلك أسرة التربية بمديرها وأساتذتها وتلامذتها، وكذا الأسرة الإعلامية والأسرة وكذلك الحضور الكريم كل بمقامه ورتبته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك. ألفنا من كل سنة أن نتذكر عظمائنا وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد ابن باديس، وهي ذكرى لوفاته 16 أبريل 1940، وحتى نتذكر ونمجد العلماء وما ورثناه عنهم وما ورثوه أو ما ورثوه لنا. إذا كان هذا اليوم هو يوم عادي بالنسبة للكثيرين، فنحن نراه بأنه اليوم الذي ربما ترك فينا هذا العالم شيئا جديدا نستطيع من خلاله أن تنار لنا الدروب والطرق لتكملة ما رسمه لنا. فهذا العلامة أو العلماء الأشاوش الذين كانوا يقودون هذا البلد العظيم في فترة الاستعمار وفترة الحقبة الاستعمارية استطاع أن يورث لنا أشياء كثيرة. فها هم بالأمس يدودون على هذا البلد ويدودون عن هذه الدولة بقيمهم وعلمهم، ولعل أهم سلاح رفعوه في وجه المستدمر العادي وهو العلم. فعن طريق هذا العلم استطاعوا أن يحاربوا لافاجري التي كانت تسعى إلى التنصير وتسعى إلى دمج الأمة العربية الإسلامية وأمة الجزائر إلى الأمة الفرنسية، وتقول بأن لا أصل لها ولا فصل لها وليس لها منشأ ولا تاريخا. فها هو عالمنا وها هو شيخنا يقول: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. ولذلك نقول ربما ما قاله: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح أو الفرج قد اقترب. ولذلك نقول بأن هذه أمانة تركها لنا هذا العالم وتركتها لنا جمعية العلماء المسلمين التي لم تترك ولاية من الولايات إلا وكانت فيها مدرسة أو مدارس قرآنية ونوادي ولسان يتكلم باسمها ليرفع عن هاد الأمة الغبار ويبين منشأها وأصلها وتاريخها، بأنها لا تنتمي لا إلى الأمة الفرنسية ولا إلى الإفرنج ولا إلى أي أمة من الأمم، بل هي أمة تنتمي إلى العروبة وتنتمي إلى الإسلام ولها تاريخها ولها كذلك أصلها وفصلها وقيمها. فاستطاع هذا الرجل وجمعيته أن يحارب هذا الاستدمار وهذا للحفاظ على الهوية الجزائرية، الهوية الوطنية، الهوية الدينية، الهوية الإسلامية. وقد أبقى لنا أمانة ونحن ننظر إلى هذه الأمانة، هذه الأمانة وهي: يا نشأ أنت رجاؤنا. وهذا النشأ يخاطب هذا الجيل الذي هو خلف الذي يأتي من بعد هذا السلف. ولذلك لا نريد أن نكون في من قال فيهم الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نريد أن نكون خير خلف لخير سلف في رفع هذا الشعار اللي هو القضاء على من يقضي على هذه أو يحاول القضاء على هذه الأمة الجزائرية. وفي هذا اليوم المبارك نمجد كل العلماء ونمجد كل من تعلم ويعلم، سواء في مدارسنا أو في مراكز التكوين أو في تكاناتنا أو في كل المجالات، سواء في الجامعات أو في كل دروب الحياة. وهي رسالة تركها لنا علامتنا الشيخ عبد الحميد ابن باديس. ولعل أهم شيء وهو منادات للجمعيات في الأوساط الرياضية أو الثقافية أو الدينية، بأن إذا كان هناك عدواً واحداً بالأمس وهو العدو الفرنسي، فاليوم العدو تختلف أشكاله و كذلك طرقه. فالمهمة صعبة على هذه الجمعيات اليوم في الحفاظ على هذه الهوية التي أصبحت تهاجم من هنا وهناك في مدارسنا، وعن طريق تخويف أبنائنا، وعن طريق كذلك قنوات إعلامية، هذه القنوات الإعلامية التي تسعى إلى القضاء على هذه الهوية بطريقة أو بأخرى.
ولذلك نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ولذلك نقول، وكنهاية لهذه الكلمة نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه، ورحمة على العلماء الذين ورثونا هذا المنبع. ماذا نقول؟ رحمهم الله في هذا الشهر العظيم. وأردنا أو لا، ربما هناك شيء لربما تميزه هذا الاحتفال هذه السنة، وهو أن هذا اليوم كان في شهر رمضان المعظم وفي العشر الأواخر من رمضان. نتمنى أو نقول نطلب لهم الرحمات، ونتمنى أن نكون خير خلف لخير سلف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا، ونقول رحم الله شهداء الأبرار.